رجعنا معاكم مشاهدينا من جديد. ده طبعا النهارده ان شاء الله هيكون معانا مجموعه من الفقرات الحواريه الهامه جدا، ولكن خلينا في البدايه نستعرض مع حضراتكم اهم الاخبار التي وردت في الصحف اليوم. نبدا مع حضراتكم اول خبر بعنوان: الرئيس السيسي يشارك في اعمال المنتدى الاوروبي الافريقي. قال السيسي ان مصر سعت لتحقيق التنميه المستدامه لتبديد المخاوف من المستقبل وتحقيق تطلعات الشعوب الافريقيه، مبينا ان التحول الرقمي والتكنولوجيا المعلومات هما البوابه الذهبيه للتغلب على دعاوى الانغلاق والحمائية، وأضاف أننا حققنا طفرات في البنية التحتية الرقمية وتوطين التكنولوجيا بجميع المحافظات، مؤكدا اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي. خبر آخر مشاهدينا الكرام في جولتنا الإخبارية بعنوان: رئيس الأركان يشيد بمقاتلي الجيش الثالث ودورهم البطولي خلال العمليات الشاملة سيناء 2018. مضمون الخبر: أشاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقاتلي الجيش الثالث الميداني ودورهم البطولي في الدفاع عن أرض الوطن خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018، وما يتمتعون به من روح معنوية عالية واستعداد دائم للبذل والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم. الخبر الأخير معنا النهاردة بعنوان: أبو ستيت الاهتمام بالتنمية الرأسية والأفقية من أجل زيادة المحاصيل الاستراتيجية. خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السابع للمحاصيل الحقلية الذي ينظمه معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الظروف الحالية تحتاج منا جميعا بذل المزيد من الجهد لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين، وهذا لا يأتي إلا باستغلال كل ما هو متاح من تقدم علمي وتقني لزيادة الإنتاج، والذي نعطي الأولوية في منهج العمل بالوزارة لمواجهة تحديات محدودية الموارد الزراعية وندرة المياه والطلب المتزايد على الغذاء. دي كانت إطلالة سريعة مشاهدينا الكرام في أهم الأخبار اللي صدرت الصحف هذا اليوم. النهاردة إن شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية، فقرة أولى هتكون مع زميلتي مها بعنوان التخطيط الأسري مبادئ وخطوات، وضيفها فيها الدكتور مصطفى فتح الله خبير العلوم الإنسانية. فقرة تانية إن شاء الله تكون مع زميلي عاصم شندويلي بعنوان النهوض بصناعة الأدوية، ضيفه في هذه الفقرة دكتور أحمد بخاتي خبير الصناعات الدوائية. فقرة ثالثة وأخيرة إن شاء الله من فقرة برنامجنا النهاردة هتكون بعنوان المسرح ودوره الفاعل في معالجة قضايا المجتمع، وضيف زميلتي معها إن شاء الله يكون الأستاذ إسلام ريان السيناريست والممثل والمخرج المسرحي. ده مجمل فقرتنا الحوارية لهذا اليوم، إن شاء الله يعني أتمنى تكون تنال إعجاب حضراتكم. كمان لو حابين تتكلموا أي موضوع أو تناقشوا أي فقرة تتواصلوا على صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج ساعة صبحية. فاصل سريع وترجع لكم زميلتي مها بولا فقرة برنامجنا الحوارية من ساعة صبحية، انتظرونا.